السلام عليكم ورحمة الله. اليوم شباب مفاهيم رياضية، راح نبدأ بالوحدة الثانية وعنوانها المعادلات والمتباينات، لأن نتعرف في هذه الوحدة على كيف نحل المعادلات بأنواع مختلفة. نبدأ بأبسطها وهي المعادلة الخطية. المعادلة الخطية الصورة العامة لها AX زائد B تساوي صفر، A و B أعداد حقيقية و A لا تساوي صفر. الآن أي معادلة خطية يكون حل المتباين الخطية أحد الثلاث حالات، يا بيكون لها حل واحد فقط زي ما أغلب المسائل اللي مرت معكم حل واحد فقط للمعادلة الخطية، أو ممكن جميع الأعداد الحقيقية تكون حلول لها، أو لا يوجد حل لهذه المعادلة. الآن مطلوب في السؤال أوجد حل المعادلة التالية أو المعادلات التالية. لأن المعادلة الأولى 2x زائد 6 تساوي 14، حتى نحل أي معادلة بنعيد ترتيبها بحيث أنه نجمع المجاهيل بجهة والمعلم بجهة أخرى. ما المقصود بحل المعادلة أي معادلة أو متباينة؟ هو إيجاد قيمة المتغير التي تحقق المعادلة. ممكن يكون في بعض المعادلات إلها أكثر من قيمة تحققها، زي حتى الخطية ممكن عدد لا نهائي من القيم تحققها أو قيمة واحدة أو لا يوجد ولا قيمة، وممكن قيمتين زي التربيعي، فممكن يكون عدد الحالات أو عدد الحلول مختلف. الآن لإيجاد هذا الحل لحل هذه المعادلة بنجمع المجاهيل بجهة، منضيف النظير الجمعي للستة للطرفين، وكأني نقلت الستة على الطرف الثاني مع تغيير الإشارة، يصير 2x تساوي 14 ناقص 6، يعني 2x تساوي 8. إذن x بالقسمة على 2 x تساوي 4، فلو عوضنا هذه الأربعة في المعادلة 2 في 4 8 زائد 6 يساوي 14. فإذن حل المعادلة هذه 4 يكون الحل هو فقط 4، أي رقم غير الإكس تساوي 4 لا يحقق هذه المعادلة. فهون في حل واحد، مجموعة الحل ترجمتها بالإنجليزي solution set. ممكن مرات نيجي نكتب solution set SS، يعني solution set مجموعة الحل اللي بتساوي 4. شو المقصود بمجموعة الحل لمعادلة أو متباينة؟ هي جميع القيم التي تحقق المعادلة أو المتباينة، فهذه هي المجموعة تسمى مجموعة الحل. السؤال الثاني، نحل المتباينة 3x زائد 1 تساوي 2 في x ناقص 5. الخطوة الأولى بنفك الأقواس، فبصير عندي 3x زائد 1 تساوي 2x ناقص 10. لأن نجمع المجاهيل بجهة ننقلها، أي شيء بنتقل من جهة لجهة عن اليساوي، يعني اليساوي حد فاصل، أي شيء بمر من خلال اليساوي بتتغير إشارته. فبصير عندي 3x ناقص 2x تساوي ناقص 10 ناقص 1، يعني x تساوي ناقص 11، وبالتالي solution set تساوي المجموعة المكونة من سالب 11، يعني مجموعة الحل جميع الحلول الممكنة للمعادلة المعنى هي سالب 11. يعني مسألة أخرى الثالثة نجي نحلها، 7x ناقص 9x جمعت المجاهيل بطرف تساوي 19 زائد 1. من هون بطلع ناقص 2x تساوي 20، إذن طبعاً x تساوي 20 على سالب 2، يعني x تساوي سالب 10. إذن x تساوي 20 على سالب 2، x تساوي سالب 10. منها solution set تتكون من ناقص 10. طبعا لو عوضناها في المعادلة المفروض إنها تتحقق.
لأن 3 على 2 إكس تساوي 9. ممكن أول شيء أضرب باثنين طرفين المعادلة وبعدين أكمل. وممكن في هيك حالات لما يكون عندك كسر إنك تحكي إكس تساوي 9 ضرب مقلوب الكسر، يعني عشان ألغي الضرب 3 على 2 مضروبة في إكس، بدي ألغي هذا الرقم من خليه يصير 1، يعني حوله للمحايد، محايد الضرب، بنضرب في مقلوبه، نضرب هاي الجهة باثنين على ثلاثة بتختصر اثنين مع اثنين، ثلاث مع ثلاث، يبقى اكس، وبنضرب الجهة الثانية باثنين على ثلاث، طبعا منبسط هون على ثلاثة واحد، على ثلاث ثلاث، إذا قيمة اكس تساوي 6. لو عوضنا الستة، ستة على اثنين، ثلاث ضرب ثلاث 9، فإذا هي تحقق. فالسوليوشن ست يتكون من عنصر واحد هو 6. سؤال آخر، يعني 4x تساوي زائد 1 تساوي 2 مضروب في 2x زائد 5. لو فكينا الأقواس بتصير 4x زائد 1 تساوي 4x زائد 10، ضربنا 2 بالقوس. الآن جمع المجاهيل بجهة والثوابت بجهة ثانية، الـ 4x نجيبها عند الـ 4x تساوي 10 ناقص 1، هون صار 0 تساوي 9. لاحظوا صار عندي اختفى المتغير، اختفى المجهول، صار في آخر خطوة بس أرقام. إذا المعادلة اللي حصلنا عليها بالأخير وما فيها مجهول ليست صحيحة، معناته أنه حل هاي المعادلة لا يمكن، لا يمكن أي حد يجيب قيمة لإكس من الأعداد الحقيقية تحقق الطرفين، يعني لو عوضتها تتحقق المعادلة يتساوي الطرفين، فلا يوجد قيمة تحقق هذه المعادلة. إذا في هذه الحالة لا يوجد حل للمعادلة حقيقي أو حتى أي حل. فالسوليوشن ست مجموعة الحل تساوي فاي، المجموعة الخالية، بكتبها هيك أو بكتبها بهذا الشكل. متى نحصل على الحل فاي للمعادلة الخطية؟ إذا اختفى المجهول وإحنا بنحل بقي معادلة فيها أرقام بس الأرقام وفقط. إذا كانت هاي المعادلة غير صحيحة فمعناته لا يوجد حل. طبعا مش شرط كلنا لو حلينا هذا السؤال نحصل على إنه 0 تساوي 9، نفس السؤال ممكن شخص تاني يوصل 1 يساوي 10 مثلا. فهذا الحل 1 يساوي 10 بنعمله إنه غير صحيح، تناقض، فمجموعة الحل تساوي فاي، بمعنى إنه التناقض هذا مش شرط يكون واحد عند جميع الناس اللي بيحلوا نفس المعادلة. المهم حصل تناقض، إذا لا يوجد حل للمعادلة. الآن المعادلة اللي بعد نفك القوس أيضا، في عندنا فك أقواس، 3x زائد 7 تساوي 3x زائد 6 زائد 1. الآن نجمع الإكس بطرف معين والأرقام طرف ثاني، 3x ناقص 3x تساوي 1 ناقص 7. إذا هون 0 تساوي سالب 6. لاحظوا اختفت الإكس نهائيا، بس حصلنا على معادلة غير صحيحة أيضا. فهذا solution set كم رح يساوي؟ عفوا في خطأ صار، 3x ناقص 3x نقلناها، الآن 1 موجود أصلا، ناقص 7 وموجود 6 زائد 6. إذا رح يطلع معي 3x ناقص 3x 0، وهون رح كمان 0، مجموعهم 0 يساوي 0. اختفى المجهول أيضا ولكن المعادلة صحيحة. فإذا اختفى المجهول وبقي عندي معادلة صحيحة مش شرط صفر يساوي صفر، يعني مثلا لو نقلت الثلاثة إكس فقط بصير عندي 7 الجهة هاي والجهة الثانية 7، يصير 7 تساوي 7. المهم علاقة صحيحة. إذا اختفى المجهول وبقي عندي علاقة صحيحة معناته في عندي عدد لا نهائي من الحلول اللي هي كل جميع الأعداد الحقيقية تحقق المعادلة. فإذا السوليوشن ست تساوي R، أو تساوي زي ما حكينا الفترة من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. جرب اختار أي رقم، يعني خليني أنا أختار بعضهم وأنت بالبيت لحالك حل أرقام ثانية. 3 في 1 زائد 7 بصير 10، 1 زائد 2 3 في 3 9، 1
10، الجوابين متساويين. لو أخذت x صفر، 3 ضرب 0 زائد 7 7 الجهة اليسار، 0 زائد 2 6 2 ضرب 3 6 زائد 1 7 تساوي 7. فإذا شو ما أحط محل x، جذر 2 جذر 3 النص، أي رقم بتحطه مكان x يتساوى في الطرفين. فإذا كل عدد حقيقي، عفوا، كل عدد حقيقي يعتبر حل للمعادلة. الآن نيجي للمعادلة الثانية، كمان نوعا ما بسيطة، نأخذ بعض الحالات في هذه المحاضرة وحالات أخرى في المحاضرة القادمة كيف نحل المعادلة التربيعية. الآن الصورة العامة للمعادلة التربيعية هي AX تربيع زائد BX زائد C تساوي صفر، حيث A و B و C أعداد حقيقية. A لا تساوي صفر عشان نضمن إنها تربيعية، B لو كانت صفر و C كانت صفر ما بيأثر، المهم A ما تكون صفر عشان يضل عندي الحد التربيعي. لأن المعادلة هذه إذا كانت أول إشي بدنا ندرس حالة حالة، يعني عشان نسهل حل المعادلات التربيعية بأبسط صورة ممكنة، لو كان عندي X تربيع تساوي M وM عدد أكبر من صفر، بصير الحل بستنتج إنه X تساوي زائد ناقص جذر M، هذا إذا كانت M موجبة. يعني السوليوشن سيت فيها حلين، إما ناقص جذر M أو موجب جذر M. بينما لو كان عندي X تربيع تساوي M وقيمة X أقل من صفر، هذه الحالة ليس لها حل في الأعداد الحقيقية، حلها بيكون بمجموعة أخرى من الأعداد تسمى الأعداد المركبة. الآن مثال، أوجد حل كل معادلة فيما يلي: x تربيع تساوي 16، معناته x تساوي زائد ناقص جذر 16، إذا x تساوي زائد ناقص 4. فإذا السوليوشن سيت تساوي حلين، هما فيها حلين، هما سالب 4 وموجب 4. طبعا ممكن نكتبها بهذا الشكل، وممكن نفسها تكتبها بلس ماينس 4، يعني بهذا الشكل مقبول أو هذا الشكل. مثال آخر، فرع آخر في المثال، لأن إذا كان عندي 2x تربيع تساوي 6، إذا بقسم الطرفين على 2 تصير x تربيع تساوي 3، 2 إكس تربيع 2 تختصر، ضل إكس تربيع 6 على 2 تساوي 3. إذا إكس تساوي زائد أو ناقص جذر 3. فإذا السوليوشن سيت تساوي ناقص جذر 3 وموجب جذر 3. طبعا جذر 3 عدد حقيقي، هل هو نسبي أم غير نسبي؟ أكيد غير نسبي، هذا من الجذور الصماء. الآن فكرة نفسها ممكن نعممها بشكل بسيط، لو كان عندي اقتران خطي، علاقة خطية، معادلة مقدار خطي تربيع يساوي رقم، نفس الفكرة ممكن نستفيد منها. أعلى نأخذ 3x زائد 1، أشيل التربيع، يساوي زائد ناقص جذر 25. إذن 3x زائد 1 تساوي زائد أو ناقص 5. الآن يا إما منحط x تساوي 5 أو منحط إنه x تساوي كم؟ سالب 5. فالآن 3x زائد 1 تساوي 5 أو 3x زائد 1 تساوي سالب 5. فمنحل معادلتين بسيطات، 3x تساوي 4 منها x تساوي 3 على 4، هاي إذا نقلنا الواحد على الطرف الثاني. 3x تساوي، انقل واحد هناك بصير ناقص واحد، يعني ناقص 5 ناقص واحد. 3x تساوي ناقص 6، اقسم على 2 فx تساوي سالب 6، عفوا اقسم على 3 سالب 6 على 3، يعني x تساوي سالب 2. إذا كم حل عندي؟ في حلين، إما 3 أرباع أو بيساوي سالب 2، فيوجد حلين لهذه المعادلة.
إذن السوليوشن سيت لو بدي أحط مجموعة الحل راح تطلع 3/4 وناقص 6، سوري ناقص 2. مرة ثانية، سوليوشن سيت تساوي 3/4 ناقص 2. سؤال آخر، إكس تربيع تساوي -9. لو نيجي نحلها، إكس تساوي (-)(-9). حكينا قبل شوي إذا كان إكس تربيع تساوي عدد سالب ما إلها حل، بس هون للتوضيح، إكس تساوي (+)(-)9. الجذر الزوجي مش معرف بالأعداد الحقيقية لما يكون داخله عدد سالب، فالناتج ليس حقيقي. إذا السوليوشن ست بنعني بالأعداد الحقيقية تساوي فاي، يعني في الأعداد الحقيقية ما في شيء يحقق هذه المعادلة، لأن 2x تربيع + 4 تساوي 0. لو نيجي نحلها، نخلي إكس تربيع بطرف، 2x تربيع تساوي -4، نقسم على 2x تربيع تساوي -2، نفس الشيء، وصلنا إكس تربيع يساوي عدد سالب، فإذا السوليوشن سيت تساوي فاي. لأن طريقة الفرق بين مربعين لحل المعادلة التربيعية، يعني ممكن نحل المعادلة التربيعية باستخدام الفرق بين مربعين، نحللها A تربيع ناقص B تربيع تساوي A ناقص B في A زائد B. أوجد حل المعادلة التربيعية (x تربيع - 36) يساوي 0. من هون لو حللنا (x(x)-6)+6، فحاصل ضرب عددين يساوي 0، هي علاقة بس تخص الصفر. إذا عندي AB يساوي 0، يا A تساوي 0 أو B تساوي 0، هاي الخاصية فقط للصفر، يعني AB تساوي 10 مش يعني A 10 أو B 10، فقط هاي الخاصية للصفر. إذن من هون في عندي هذا القوس، ضرب القوس الثاني يساوي 0، فإما (x)-6 تساوي 0 أو (x+6) يساوي 0، منها (x)-6 أو (x)-(-6). فالسوليوشن ست يساوي 6 و -6. الشباب ممكن واحد يسأل، طب ليش ما نقلنا هاي على الطرف الثاني؟ الجواب بصير، ممكن هاي نحلها بهالأسلوب هذا أو بالأسلوب السابق. فإحنا بنعرض الطرق اللي ممكن نحل فيها معادلة، واللي بتشوفها أبسط ما يكون. سؤال ثاني، ما ينطبق الكلام اللي حكينا عن هاي، ممكن أحل هاي بالفرق بين مربعين أو نعيد ترتيبها، نخلي إكس تربيع لوحدها ونطلع (x)-(-) إذا كان الرقم موجب أو صفر. فالآن 4x تربيع نحللها ناقص، نفتح أقواس فرق بين مربعين، نحل بطريقة فرق بين مربعين، وممكن إنك تحلها بطريقة إنك تعزل إكس تربيع بطرف والباقي طرف ثاني. 2x 2x، مرة ناقص مرة زائد. الآن جذر 25 5 و5، فمن هون إما 2x-5 تساوي 0 أو 2x+5 تساوي 0، منها 2x تساوي 5، يعني (x)-5/2، أو 2x+5، ويعني (x)-5/2. فإذا السوليوشن ست يساوي 5/2 (2.5) و-2.5. بإمكانك تتأكد إنك تعوض هاي القيم في المعادلة الأصلية، مفروض إنه كل قيمة بعوضها تحقق المعادلة الأصلية. الآن (x)-4/9 تساوي 0، نفس الشيء لو نحل الفرق بين مربعين، (x)-3 في (x+)/3 تساوي 0، فإما القوس الأول (x)-2/3 يساوي 0، أو (x+)
2 على 3 تساوي 0. من هذه إما x تساوي 2 أو من الثانية x تساوي سالب 2. إذن solution set يساوي 2، ممكن حكينا نكتبها بهذا الشكل، زائد ناقص 2. الآن لو كان معي x squared تساوي 0، مسألة أخرى، معناته x ده تساوي زائد ناقص جذر 0، يعني x تساوي إما 0 أو ناقص 0 يعني 0. فإذا هون solution set تتكون من عنصر واحد. لاحظوا المعادلة التربيعية قد يكون لها حلين مر معنا، وممكن حل واحد وممكن ولا حل لغاية الآن. الآن مسألة أخرى، لو حكينا x minus 3 squared تساوي 0، منها ال x minus 3 ده تساوي plus minus 0، يعني x minus 3 بتساوي 0، يعني x تساوي 3. إذن السوليوشن سيت يتكون فقط من عنصر واحد هو 3. الآن طريقة التحليل بأخذ العامل المشترك، يعني طريقة أخرى لحل المعادلة التربيعية هي طريقة التحليل للمعادلة التربيعية. والمعادلة التربيعية إذا استخدم التحليل بكون شكلها AX تربيع زائد BX يساوي 0، أي أن C قيمتها 0. مثال: أوجد مجموعة الحل للمعادلة التربيعية 2X تربيع ناقص 6X تساوي 0. من هون لو أخذت عامل مشترك 2 بقسموا العددين 6 و 2 على 2، والX عامل مشترك بأقل قوة ظهرت فيها، بضل X minus 3. لو رجعنا فكينا القوس بنرجع للأصل 2x ضرب x 2x تربيع 2x ضرب سالب 3 سالب 6x. فالآن من هون إما 2x تساوي 0 أو x ناقص 3 تساوي 0، يعني نقسم على 2 x تساوي 0 وانقل 3 على الطرف الثاني x تساوي 3. فكم حل لدينا؟ يوجد حلين 0 و 3. إذن السوليوشن سيت تتكون من 0 و 3. الآن 5x تربيع زائد 3x تساوي 0، نفس الشيء في عامل مشترك، الأرقام ما في بينها، ما في إلا x. نأخذ x عامل مشترك، بضل 5x زائد 3 تساوي 0. منها إما x صفر حاصل ضرب عددين يساوي صفر، أو القوس هو اللي ممكن يكون صفر. x تساوي صفر يعني واضحة هي الحل. من هون 5x تساوي ناقص 3 اقسم على 5 x تساوي ناقص 3 على 5. إذن السوليوشن سيت تساوي 0 وناقص 3 على 5. مثال آخر: x في x ناقص 5 زائد 3 في x ناقص 5 تساوي 0. طبعا ممكن واحد يفكر يفك الأقواس ويوصل للحل، بصير، بس هي أسهل من هيك. ففي عندي القوس x ناقص 5 عامل مشترك، فأخذت x ناقص 5 عامل مشترك، بضل x زائد 3 تساوي 0. حاصل ضرب قوسين يساوي 0، إما القوس الأول 0 أو إنه القوس الثاني 0. لاحظوا هون في عامل مشترك هو القوس x ناقص 5، x ناقص 5 أخذتها عامل مشترك، بقي x زائد 3. الآن حاصل ضرب القوس الأول في الثاني يساوي 0، إما x ناقص 5 يساوي 0 أو x زائد 3 تساوي 0. منها x تساوي 5 أو x تساوي سالب 3. فإذا solution set مجموعة الحل تساوي 5 وسالب 3.
لأن فكرة ثانية ممكن نستفيد من حل المعادلات، مرات بهمنا في تطبيقات المواد المختلفة إن نكتب رمز بدلالة الأخرى، فجعل المتغير موضوع القانون، يعني كأنه بحكي لك حل بالنسبة للمتغير، يعني أوجد قيمة المتغير. ممكن أحكي اجعل قيمة المتغير أو حل بالنسبة لي المتغير الفلاني. الآن مثلا هون اجعل A موضوع القانون، أو أوجد الحل بالنسبة لA، أو حل بالنسبة لA. الآن V2 هذا من قوانين نيوتن في الحركة، V2 تساوي V1 القانون الأول زائد AT. هذا القانون بدنا نكتب A بدلالة الباقي، يعني بدنا نخلي A تساوي كذا كذا، هاي المقصود اجعل A موضوع القانون. الآن بنخلي هذا الحد لوحده AT يساوي V2 minus V1 نقلته. أنا بدي T، بدي عفوا A، بدي أتخلص من T، بقسم هون على T هون على T، الهدف نطلع A. فإذا A تساوي هون اختصرت T تساوي V2 minus V1 على A تساوي V2 minus V1 على T. فهيك أنا بكون أوجدت A بدلالة الباقي، يعني جعلت A موضوع القانون، يعني حليت المعادلة بالنسبة لA، كلهم نفس المعنى، حل المعادلة بالنسبة لA أو اجعل A موضوع القانون إشي واحد. لأن إذا كانت مساحة سطح الكرة A معطى بدلالة نصف قطرها R، جد R بدلالة الA. إذا كانت مساحة الكرة A معطى بدلالة نصف قطرها R، جد R بدلالة الA، حيث طبعا الA قانونها معروف، إن يعني هاي أنا أكتبها من السؤال، A تساوي 4 pi R squared. إذا هذا قانون المساحة، 4 مساحة سطح الكرة، 4 باي في مربع نصف القطر. هذا القانون مطلوب مني اني احول اطلع R بدلالة الـ A، يعني اجعل R موضوع القانون. الان عندي R A تساوي 4 باي R تربيع، اقسم الطرفين على 4 باي، بتصير A على 4 باي تساوي 4 باي R squared over 4 باي. الان ممكن نختصر، فبتصير R squared تساوي A over 4 pi. الآن ممكن نطلع R كيف، صار عندي R تربيع تساوي رقم، R ده تساوي زائد ناقص جذر ال A على 4 pi حسب ما حكينا. بس هون ال R نص قطر، نص القطر ما بصير سالب، فإذا تهمل إشارة السالب لأنه بنحكي عن نصف قطر، R نص قطر. إذا R تساوي جذر A على 4 باي. ممكن نطلع الأربعة على برا أو نخليها، بتصير R تساوي نص جذر A على باي. فهيك طلعت نصف القطر بدلالة الأشياء الأخرى الـ A والـ باي. عند هون نتوقف، وإن شاء الله المحاضرة القادمة بنكمل في حل معادلات تربيعية، رح نوصل للقانون العام لحل المعادلة التربيعية. يعطيكم العافية.